صباح الخير مرة تانية لكل الناس اللي انضمت لحضور حلقتنا اليوم من صباحاتنا وصباحاتكم السودانية، وإن شاء الله رب دايما عايشين بسعادة وعايشين بهنا، ودايما الأمل يكون متجدد وفيه إشراق، ودايما كل الخير لكل الناس أكيد اللي هي حريصة إنها تتابع شاشة سودانية 24 سواء كان عبر الشاشة أو حتى عبر إذاعة سودانية 24 على التردد 93.6، أو حتى لكل الناس اللي بتابعنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. سعيدين الليلة في فقرتنا الجاية إحنا هنعكس واحد من التجارب الجميلة جدا، مشاركة الصوم السودانيين في الاحتفال بأعياد الاستقلال، واحدة من الأغنيات الخالدة جدا في وجداننا أغنية عزة في هواك، إنها تترجم بلغة الإشارة، وإنه جميل برضو إنه يكون في شباب موهوب وقادرة تماما ان هي تبين وتعكس كمان رؤيتها وفكرتها. واحد من الناس الرائعين هو متواجد معنا داخل استوديو صباحات سودانية مكرم السر، هو مصور ومنتج العمل، وكمان معنا مهند حسن هو مخرج العمل، واحد من الشخصيات الرائعة جدا اللي هي دائما عندها ما شاء الله مشاركات كثيرة في جوانب خاصة بإخراج أعمال بتبين ملامحنا السودانية. احنا هنشوف معاكم مع بعض ملامح لأغنية عزة في هواك ونجيكم مرة ثانية. يا سلام على الجمال ويا سلام على التصوير وكل التفاصيل اللي كانت أكيد رائعة، احنا كمان شفناها معاكم وحنكمل معاكم نشوف الفيديو كليب إن شاء الله لحد النهاية، لكن أكيد كنا عايزين نعرف برضو التفاصيل الخاصة بإنتاج العمل. واضح جدا أنه الحاجة متعوب عليها، وأنه أيام ممكن تكون كانت من التدريب وكمان التصوير وكمان المونتاج، وأكيد لازم المخرج حيكون تعب شديد صح؟ صباح الخير عليك، صباح الخير عليك مهند، وصباحك نور وإن شاء الله يا رب كل سنة وأنت طيب. عيد استقلال كمان مجيد عليك إن شاء الله. أحكي لنا عن العمل أكثر. والله كانت بداية العمل قبل 3 شهور واستمرينا لحد شهر 12 لحد أواخر شهر 12، لكن كان العمل كان متعب شديد، بس تحملنا الصبر وعشان السودان إحنا يلا يا ترى شفت عشان كلمة عشان السودان دي كله هون. حاجة جميلة جدا يا مهند، انت قبل الهواء او تحت الهواء كنت بتقول لي انه العمل ده كان مفترض يكون من السنة اللي فاتت، فانت ما تعب شهر بس ده تعب سنة كاملة عشان احنا نقدر نشوف معاك الحاجة اللي كانت جميلة لي. لا لانه كانت السنة فاتت احنا بدينا متأخرين والزمن كان فات والشباب المعايدة كانوا عندهم امتحانات وكذا، عشان كذا اجلناه لحد السنة دي، والسنة دي برضو كان في امتحانات لكن هي برضو استمرينا رغم الامتحانات برضو استمرينا. حلو، عملت الصعب والمستحيل عشان العمل ده يطلع بالشكل الجميل ده، احكي لي عن التفاصيل الداخلية، عن تعب التصوير وإعادة اللقطات والمونتاج اللي كان فيه وكل الحاجات دي، دائما المخرج طبعا هو أكثر زول بيكون تعبان في الموضوع ده. والله كانت الحاجة الصعبة اللي واجهنا كانت الكلمات بتاعت عزة في هواك دي ذاتها كلمات قديمة، وبعدين ذاتها يعني صعبة شديد، لكن برضه مشينا محد الأمل. سألنا الأساتذة هناك عندهم خبرة في الإشارة وعلمونا الحركات كيف والكتابات كيف والكلمات ذاتها معناها شنو، بعد ما تعلمناها خلاص ثاني بدينا نصور. يلا في التصوير ذاته كان الصم يعني ما بيسمعوا، لكن أنا بس بكون واقف ورا الكاميرا هم بكونوا قدام هناك قدام الكاميرا بكون بعشر معهم بيفهموا عشان شنو، عشان الكلمات تجي مع البنية سوا مع اللحن. هاي مع اللحن سوا. اوكي تمام. يلا بعد ما صورنا خلاص ثاني جينا للمونتاج، راجعنا كده ثاني في حاجات غلط، ثاني راجعنا من ثاني بدينا من الاول كذا غلط، وبعد ما خلصنا ثاني جينا شفنا المقاطع كيف طلعت كويسه والحمد لله والعمل استمر كويس ما شاء الله. بجد العمل كان حلو شديد، واكيد كل الناس اللي هي حتشوفه وشافته كمان اكيد حتكون هي استمتعت واتبسطت بيه. وعايزاك تحكي لي عن الناس اللي كانوا مشاركين معاك داخل الفيديو نفسه طبعاً. هل هي مبادره ولا انت كيف قدرت اصلا تلين في الشباب ولا تفاصيلهم شنو؟ لا الشباب هم ذاتهم يعني كلنا من الصوم، يعني احنا كلنا يعني اصحاب من الجامعه او من المدارس، وحتى اطفال المدارس برضو كانوا معنا، يعني ما في دعم من الخارج، يعني اشتغلنا احنا برانا وفكره ذاتها كانت حقتنا احنا. حلو. طيب مهند انت برضو عندك مشاركات تانية غير الفيديو كليب اللي هو الخاص بعزة في هواك، احكي لي عنه، وكمان برضو مشاركتك لكون انت واحدة من الحاجات برضو كانت جميلة شديد. ايوه دي كان اول لنا فيديو مصرناه، كان فيديو اسمه كون انت، ودي كانت مساعدة كانت جات من دار المستقبل، وكان عندنا واحد
يعني من أصحابي كده من ما شغال مع نشتت في برنامج أها مشتت أيوة اسمه حمد الشاذلي، يلا طيب هو دعمنا في الشغل يعني، هو أدانا التشجيع وشجعنا إنه كيف نبدأ نشتغل التصوير. يعني لو ما كان حمد ما كان حنستمر، لكن الله حمد يعني. برضه ساعدنا وكده، والحمد لله الأمور مشيت كويسة. حلو، أنت عندك أربع أعمال صح؟ كن أنت وكمان دو وتاني في أها عملنا فيديو كليب لأغنية عيد الأم، أيوة لعيد الأم كان الأغنية كان هنا أمي أنا بقى الحنان أيوة الفنان هنا أحمد أمين، برضو كان اشتغلناها بس بظروف يومين لأنه كان اليوم ضيق والزمن قرب وكده، احنا اشتغلناها سريع سريع عملنا أمي أنا بقى الحنان. بعد ما انتهينا تاني بدينا فيديو كليب ما أغنية لكن ده كان فيلم بيتكلم عن المخدرات والترامدول، يعني نصيحة لكل الشباب الصم كجانب من التبعية. يلغط الإشارة. مشاركتكم كمان في جانب التبعية حلو، إنه أنتم واقفين برضو مع القضايا الحاصلة ودائما واقفين في كل اللي هي خلينا نقول الأيام السنوية المهمة جدا في للمجتمع السوداني. هل فكرت إنه أنت ممكن حتقوم تتواصل كم المبادرة وتكون خلاص إن هي من خلالها تعمل أفلام قصيرة مثلا، أو حتى ممكن يكون عبارة عن فيلم وثائقي بيوثق لحاجات كثيرة وكذا؟ والله كانت الحاجات دي أنا فكرت فيها لكن لسه ما بدينا، لأنه حس حاليا كده عندنا مشكلة في الكاميرا، يعني فيها هناي فيها يعني ال اسمه شنو بتاعها سيئة، العدسة بتاعتها سيئة. بعد ما نخلص من موضوع الكاميرا هنبدأ تاني إن شاء الله نعمل أفلام أو أفلام وثائقية أو كده. عدسة دي هاي تتحل، لكون الكاميرا في ده برا موضوع كويس شديد. ان شاء الله يعني ربنا يوفقكم دائما وتكون متواصل بنفس الابداع ده وبنفس الجانب القوي، لانك عندك عزيمه واصرار اصلا عايز توصل وكمان تحقق الحاجه الجميله ممكن تكون دائما في اي عمل، ودائما اي حاجه هي فيها انجاز وفيها احساس من كده بكون في تحدي بكون في صعوبه. شنو التحديات والصعوبات اللي دائما بتواجهك في الاعمال زي دي؟ والله بس يعني الحاجات بدو عايشين من الصعوبة، بس الإشارة يعني كيف تشرح للأصم المقطع مثلا الكلام اللي يقوله قدام الكاميرا، بس المصعب الوحيدة اللي بتواجهنا ضبط الإيقاع برضو مع الموسيقى دي حاجة دي برضو يعني صعبة شديد كيف يجي مع الكاميرا. الله يعينك والله يقويك، يعني انت ما شاء الله زول دائما المخرج ده بقول زول بيكون حساس جدا فقادر تماما يلتقط كل حاجه جنبه ويعرف يطلعها كمان بصوره جدا جميله. مهند انا عايزه معاك على انه احنا في بدايه سنه جديده واكيد الواحد معلق امنياته معلق اماله وبيحلم بكل السمح لبلده ولكل الناس اللي حوله، شنو احلامك وتمنياتك للعام ده؟ والله احلامي بس انه انا عايز اوصل للناس الشعب السوداني انه الصوم احنا بنقدر نعمل اي شيء، يعني ما انا اصوم يعني ما بقدر بعمل حاجه، يعني دارين نعرض لهم انه احنا بنقدر نعمل اي حاجه بنواجه الصوم قادرين نوصل وقادرين نتخطى وقادرين نتحدى وقادرين نقيف، دي حاجة ممكن تكون جميلة جدا لأنه المحرك الأساسي لأي زول هو عزيمته وإصراره وجواه ومحبته للحاجة اللي هو بيعمل فيها. مهند أنا صراحة شاكر لك جدا وجودك معانا، كنا بنتمنى برضه يا ريت لو كان مكرم حصلنا وبرضه عرفنا معاه كان عن تفاصيل التصوير والمونتاج، لكن أكيد برضه لحلقات جايات وفي أعمال تانية إحنا صباحات سودانية وقناة سودانية 24 دائما فاتحة أبوابها لكم في أي وقت أنتم تجوا فيه، وإن شاء الله يا رب دائما موفقين وقادرين تقدموا كل الجميل وكل حاجة أنتم بتتمنوها. شكرا لك جدا وبتمنى لك سنة سعيدة ومليانة جدا بكل السمح. شكرا لك. الله يخليك. شكرا جدا أكيد لك ولكل الشباب اللي هي دائما حريصة أنها تقدم حاجة لوطننا السودان. عايزين مع بعض نتابع معاكم باقي الفيديو كليب ونشوف عزة في هواك.